بالنسبه للبرنامج كيف قلنا يعني اليوم فهنا في المركز ديال الاستقبال بوزاره الشبيبه والرياضه وسط مراكش كاين الاستقبال ديال الناس خاص بالذكر الناس المدعوين وشخصيات المدعوه وايضا المؤتمرين واصدقاء وزملاء الصحفيين. واليوم كله خصصنا للاستقبال. بديتي خير داين سخر نومين ومسرغ الخير يذشي مسحق ثام وسنين ما تجي ضيوبة دقدق لربح ما رضلقه يقلنا غاد السف السدقة همك نرح الدنت في اللي ما تجي ضيوبة دقدق لربح ما رضلقه يقلنا غاد السف السدقة همك نرح الدنت في اللي صمت دي زياو خاش الذرضي مذفكي ضد مثال حاضر من المغرب لمراكش جمر مؤتمر جمر الناحيه امازيغيه جهانه ومن هي داري السركفتين لكن بمرايه ميت امازيغ سباس.